الأمر الثالث الذي أشارت إليه الآية المباركة هي قوله تعالى قال لا ينال عهدي الظالم، عفوا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. أن هذه الإمامة التي وضعت في إبراهيم وجعلت لإبراهيم تخرج عن ذرية إبراهيم أو لا تخرج؟ الله هذه الإمامة قالها وين موجودة؟ قال ومن ذريتي. الله ماذا أجابه؟ قال نعم ولكن بشرط أن لا يكون ظالما. إذن هاي الإمامة الإبراهيمية بنص القرآن الكريم أين موجودة؟ في ذرية إبراهيم، بعد لا توجد، يعني لا يوجد عندنا دليل على وجودها في موضع آخر. التفتوا لي جيدا إلى هذه النقطة، من ثبت أنه من ذرية إبراهيم فهذه الإمامة وين؟ أين موجودة؟ أما إذا لم يثبت أنه من ذرية إبراهيم لا دليل على شمول هذه الإمامة ماذا له. فإذا كانت الذرية الإبراهيمية مستمرة إلى قيام الساعة فهذه الإمامة ما هي؟ مستمرة. نعم إذا انقطعت الذرية تكون سالبة بانتفاء الموضوع، أما مع وجود ذريته فهي ماذا؟ فهي مستمرة. اللي يبحثون عن ضرورة استمرار الإمامة الإبراهيمية هذا خير دليل عندهم. قبل ما تروح إلى أين؟ إلى قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، والروايات أشارت إلى أن هذه الكلمة الباقية هي ماذا؟ هي الإمامة. روايات صحيحة وصريحة ومن جميع علماء المسلمين الإمام. هسه بغض النظر قد واحد يخالف يقول لا الروايات مو صحيحة لم يصرح بها، لا نحتاج. الآية المباركة قالت أني جعلت الإمامة، الله يقول جعلت الإمامة لإبراهيم، إبراهيم طلبها لذريته، الله استجاب لدعائه أو لم يستجب؟ استجاب، قال نعم في ذريتك ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون ظالما. إذن هذا دليل استمرار الإمامة الإبراهيمية. إخوان الأعزاء، هنا في الجملة أقول وأتجاوز، من هنا يجاب على هذا التساؤل الذي يسأل على الفضائيات وعلى المواقع وغيرها، ومع الأسف الشديد لا يجيب عليها الأكثر إن لم أقل الجميع. يقولون هذه الآية مرتبطة بإبراهيم، ما هي علاقتها بإمامة أئمة أهل البيت؟ فالله قال لإبراهيم جاعلك له، وهذا مرتبط بالشرائع السابقة والنبوات السابقة، شلون تستدلون بها على إمامتكم؟ شنو علاقة هذه الآية بإمامتكم؟ الجواب نحن لا نستدل بها إلا بهذا الطريق، وهو على أنها مستمرة في ذرية إبراهيم، لا أنه بنص الآية نستدل. الآية لا يوجد فيها دلالة أنها مرتبطة بعلي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام.